بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات هذا البرنامج الوطني الكبير مبادرات وطنية عبر شاشة التلفزيون. احنا الآن موجودين في العاصمة عمان في ضيافة كفاءة أردنية جديدة، في ضيافة ابن بلد أصيل، في ضيافة شركة السهم الذهبي لصناعة الأسمدة الكيماوية، ومعي الآن عطوفة المدير العام الأستاذ محمد أحمد عطالله. أبو أحمد البداية، الله يمسيك بالخير، يسعد هالمساء يا رب. نورنا عبر شاشة التلفزيون. بداية سيدي بالتأكيد، وأنت تشكل نموذج لابن البلد الأصيل كما أشرنا، واحد أبرز الكفاءات الأردنية في هذا القطاع. بداية سيدي، يعني وأنت غني عن التعريف، وأشعر من أن تعرف في قطاع صناعة الأسمدة وفي هذا البلد الطيب أردننا، أردن نحب وفي هذه المنطقة. نعرف سادة المشاهدين بحضرتك أكثر، تحدث عن مكان الولادة الدراسي، بداية الحياة العملية، مراحلها، والعائلة الصغيرة الله يخلي لك، كم لديك أبناء وطبيعة عملهم؟ تفضل. أنا أول شيء من مواليد أريحة سنة 56. طبعا بعد 67 جينا على البلد هنا، ولغاية الآن عايشين فيها بأمن، وأحلى من هيك أي شيء ما فيه، موفر لنا كل شيء. أين كانت الدراسة وطبيعة الدراسة، وكيف كانت بداية الحياة العملية؟ بدايات درسنا في البلد هان للإعدادية، بعد الإعدادية صرنا في مجال العمل. في مجال العمل اشتغلت أنا في هذا المجال اللي هو الأسمنة. كنت في لقرابة في السعودية عنده مصنع، كنت أشتري له من أسواق من هان وأصدر له. فمن 7 سنوات فتحنا مصنع، وقلنا احنا اولى في هالشيء اللي بندفعه، والحمد لله مستمرين فيه لغايه الان، والحمد لله الانتاج عندنا كويس ومن احلى ما يمكن. شركه السهم الذهبي لصناعه الاسمده الكيماويه، الشركه اللي بتتمتع بشعبيه عاليه، الشعبيه كما تعلم سيدي لا تاتي من فراغ. انجازاتكم تتحدث عن طبيعه العمل، متى تم افتتاح المصنع، المواد المستخدمه، مصادركم، وما هي المواد، آلية أنتوا تشتغلوا السعودية فقط؟ نعم. آلية التصدير والعمالة الموجودة، نتحدث عن المصنع بشكل موسع. احنا أغلب المواد الخام اللي عندنا كلها من شركة الفوسفات والشركة الهندية الأردنية. والحمد لله كنا في بداية الأمر نعاني من في مشاكل معهم، والحمد لله تيسرت يعني الأمور. كانوا محددين علينا الكمية ما بتغطي. فالحين يعني بناخذ شو ما بدنا بناخذ، يعني صار فتحوا لنا المجال، يعني شددوا شوي بس ماشي الامور معنا، والحمد لله اينا ماشيين، واحنا وعمالنا من احلى ما يمكن. جميل. العمال الموجوده اردنيين؟ اردنيين بس 2 مصريين فيهم. نعم. موقع المصنع ومساحه المصنع والقدره الانتاجيه، يعني موقع المصنع في منطقه معان التنمويه، مساحته 3 دنم وهنقر عليها هنقر. نعم. 800 متر طبعا، مكون من آلات التصنيع. جميل. نتحدث عن آلية التصدير، يعني ونتحدث عن أبرز المشاكل اللي بتواجهكم، يعني علاقتكم بالجمارك، مواصفات المقاييس، وزارة الزراعة، الجهات اللي لها علاقة بالموضوع. والله لغاية الآن ما شفنا أي مشكلة. الأمور طيبة. الأمور طيبة من أحلى ما يمكن. جميل. أستاذ محمد، بعد هالنجاحات، بعد هالإنجازات، شركة السهم الذهبي الطموحات كبيرة بالتأكيد، هناك مخاطر وأفكار وأهداف، رؤية مستقبلية لهذه الشركة، طموحاتك، ليش بتفكر لقدام؟ طبعاً ما فيش إنسان اللي بفكر في طموحاته يطور. نعم. يطور الصناعات اللي عنده ويطور مجال التصدير. نعم. بس إحنا مثل ما تقول ما فيش إنه علاقة إلا مع السعودية بالنسبة لنا شخصياً. في ناس عندها علاقة مع مصر، مع دول أخرى، وبيشتغلوا الحمد لله الكل، يعني كل قاصد الله وميخذ نصيبه. نعم. أنتم متخصصين بتصدير طبعا للمملكة العربية السعودية. نعم. لماذا لا يكون هناك تعاون، مثلا يكون في توزيع داخل البلد بالأردن؟ أسباب. الأسباب المادة. المادة أنا بدك ديون طويلة. نعم. ونخرب الموسم عندهم، لك الله وكريم. ونعم بالله. كيف يعني استاذ محمد نصف تطور قطاع صناعه الاسمده بالاردن من قيم مستوى الدول العربيه؟ والله هي ممتاز جدا. ان قطاع الصناعه الاسمده ممتاز الى ابعد الحدود. جميل.
لماذا كان اختيار الموقع معانا؟ ليش مش موقع اخر مثلا؟ والله حكمت والنصيب بده يتم غاد يعني. يا سيدي احنا بندعو لكم توفيق ان شاء الله. نتحول محور الحديث لموضوع اخر، نعمه الامن والامان. حضرتك سافرت بالتاكيد للعديد من الدول. نعم. يعني مجرد دخول الطائره الاجواء الاردنيه نشعر بشعور طيب، يعني يصعب وصفه. هو الاردن، تراب الاردن له نكهه خاصه. كل ما هو لبلده حنون. بالتاكيد. نعمه الامن والامان مع اللي بنشوفه حوالينا، كيف نصف هذه النعمه؟ والله نعمه الامن يعني وين ما تروح كانت اول تلاقيها، وين ما تروح تلاقيها موجوده. بس من هالضعضعات اللي صارت يعني صفت ايمن بلد اللي هي اللي عندنا البلد هذا. الاردن. الاردن. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. استاذ محمد، لو قدر لك بظل الظروف الاقتصاديه والسياسيه الصعبه اللي بتمر بالمنطقه الوطن العربي، وكان في لقاء مع جلاله الملك، جلاله الملك عبد الله معروف منه انه قريب من الناس، قريب من الشارع يعني، والتقيت جلاله الملك في مجال للحوار لدقائق، رجل اعمال مستثمر اردني ابن بلد اصيل، ماذا سيحاور الملك؟ شو ممكن نحكي مع جلاله سيدنا؟ والله احنا بنهت بسيفه يعني، ومعطينا مجالات واسعة جدا ووفاءات وما يعني بسطنا الأمور إلى آخر الحدود يعني أبعد الحدود. فبنعاني في مشاكل بعض المرات، طب إحنا صادرت هذه من جلالة الملك كيف أنتم بترفضوها مثلا؟ فعانينا شوية منها وعاودت الحمد لله، مشيت الحمد لله بجهود جلالة الملك. الأجهزة الأمنية، الأجهزة الأمنية، القوات المسلحة، الأمن العام، المخابرات، الأمن الوقائي، الاستخبارات العسكرية، جميع هذه الوحدات اللي تعمل على أمن البلد، شلون الأطفال يناموا، النساء يناموا، شلون يعني لو الأمن الآن إحنا مش موجودين هون. رسالة إلى أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بشكل عام. والله جميع أجهزة الأمن الحمد لله ما هم مقصرين بشيء، وحافظين على البلد وعلى سمعة البلد وعلى أمان البلد وعلى استقرار البلد، وهذه اكبر نعمه لنا بالنسبه لنا. بالتاكيد يعني استاذ محمد، هي مسؤوليه، مسؤوليه مشتركه، يعني جلاله الملك دائما يتحدث استمد العزم منكم، نستذكر مقوله جلاله سيدنا ارفع راسك انت اردني، بالتاكيد همات الاردن دائما مرفوعه عليه، كنت نشام امثال الاستاذ محمد احمد عطا الله. انا احييك يعني باسم جميع الزملاء، تحيه ودوم الاستقبال والضيافه، يا حياك الله في هذا البرنامج يعني. ونحدد لسال المشاهدين كيفيه التواصل معكم، عنوان المصنع اللي راح تطلع الارقام على الشاشه الان، انتم العنوان بمحافظه معان، في محافظه معان الروضه المنطقه التنمويه. بالتاكيد الزميل محمد صبحه يعني الارقام تظهر على الشاشه الان، وبمرافقه اغنيه وطنيه ومجموعه من الصور اللي راح يزودنا فيها الاستاذ محمد للمصنع واليه التجهيز الاقتصادي الصناعه. احنا بنشكرك مره ثانيه، شكرا على الله يسلمك ويبارك فيكم، وشكرا لجهودكم، لهذا البرنامج شكرا جزيلا، وشكرا لجهودكم، الله يعافيك، الله يبارك فيك.